هذه تذاكر مباراة أو الملاكمة اللي بتصير في الدرعية بين أبطال وزن الثقيل. طبعا التذاكر تبدأ من 50,000 إلين أقل فئة اللي هي 495 ريال. 495 ريال اللي هي المنطقة هذه وغالي، ما فيها أي شيء، كلها راحت. أقل شيء الحين متاح 995 ريال، اللي هو ما بقى منها إلا هالمقاعد بس، وهنا ما بقى منها إلا هالمقاعد. فيه اللي هنا مثلا في الصف هذا، في الرو هذا على 21,000، في الرو هذا على 47,000، في الرو هذا على 47,000، الرو هذا أتوقع هو اللي على 50,000، واللي هنا مثلا على 7,000 8,000 و10,000، هذه كلها تقريبا اولموست راحت. في هنا على 2050 يعني 3,144. على فكرة التذاكر مفتوحة أتوقع ما كملت يوم.